بعد 26 عاماً تعود الذكرى الموجعة، ذكرى 13 من تشرين من عام 90. اثنان وخمسون بطلاً من الجيش بين عسكري وضابط سقطوا في أرض المعركة شهداء بالنيران السورية على محاور النار التي امتدت من ظهر الوحش مروراً بدير القلعة في بيت مري وصولاً إلى الحدث وكفر شيما. ليس سهلاً على من كان يدير عمليات اللواء العاشر في ذاك السبت المشؤوم أن يسترجع الأحداث وأن يقف على أرض ظهر الوحش التي ارتوت بدماء 17 عسكرياً وتكللت بباقة من الأسرى والمفقودين. كان موجود الكتيبة 102 من قيادة اللواء العاشر موجودة بهذا الموقع. كنا أخذين في المطبعة، مركز المطبعة، مركز فيلا صباح، وفي عندنا كان كمان مركز الأرطباوي، مدرسة الأرطباوي، والفصيلة كانت بقيادة النائب ألبير طنوس موجودة بالقصور تبع ظهر الوحش. نحن طلبت القيادة إنه نوقف القتال ونحط أعلام بيضاء على المراكز. كان آخر اتصال مع النائب طنوس اللي كان مسؤول عن هالموقع إنه حط أعلام. أنا اتصلت فيه شخصياً على الجهاز وقلت له حط أعلام بيضاء لأنه بده يمرق الجيش السوري، وهي كانت تعليمات القيادة. لما مرقوا أخذوهم معهم أسرى، وكثير بتأثر بهذا الموقع لأنه ما قدرنا، كرمنا الشهداء كانوا أبطال موجودين هون، منعوا التقدم كله سواء دعان الشهداء اللي راحوا. تحت وابل من نيران طائرات السخوي السورية خرج العماد في ذاك السبت من عام 90، وهو يعود هذا العام بمسيرة برتقالية حاشدة باتجاه بيت الشعب. فماذا عن التحضيرات؟ السنة مثل سنة الماضي تظاهرة أمام قصر الشعب أو على طريق قصر الشعب ببعبدة. التحضيرات بلشت أسبوع الماضي تدريجياً وتصاعدياً. هذا الأسبوع رح يكون التحركات والتحضيرات بكل أقضية لبنان، بيوكبها وضع أكاليل من الزهر على نصب الشهداء بكل أقضية لبنان. وفيما يرجح أن يطل الجنرال بكلمة لافتة في مسيرة 16 من تشرين، يحيي العونيون المعارضون لسياسة رئيس التيار جبران باسيل المناسبة بقداس إلهي في كنيسة السيدة في الحدث، وفاء لدماء شهداء 13 من تشرين. دارين دعبوس، قناة الجديد.